الأفقي والتحليل العمودي. وإن إحنا المحاضرة الماضية شرحنا عن التحليل الأفقي وعن التحليل العمودي شلون بيصيروا. فاليوم حنشوف تطبيق عملي عليهم ونشرح كيف بتتم عملية التحليل بناء على هذين الأسلوبين. فبداية رح ناخذ نحن قوائم مالية لشركة ما، مختصر هذه القوائم المالية طبعا. رح نشوف أول شيء قائمة الدخل، الانكم ستيتمنت، قائمة الدخل. نشوف إنه نحن عندنا صافي مبيعات الشركة بال 2019 60,000، تكلفة مبيعاتها 35,000، وبالتالي مجمل الربح يلي هو صافي المبيعات ناقص تكلفة المبيعات بيطلع 25,000. مجمل الربح هذا صار في عليه مصاريف إدارية وعمومية متنوعة بمقدار 12,000، ومصاريف بيع وتسويق متنوعة 3,000، أي بمجموع 15,000. فافترضنا أو نحن هاي الشركة اعتبرنا أنه ما عليها ديون ولا تدفع ضرائب، وبالتالي سيكون صافي الربح يساوي مجمل الربح ناقص مجموع المصاريف، فبيطلع عندي صافي الربح 10,000. هذا الكلام في 2019. بال 2020 وليش أخذنا سنتين نحن؟ لأنه تذكروا المرة الماضية حكينا أنه لما نساوي تحليل أفقي، بالتحليل الأفقي نحن بحاجة إلى بيانات عن سنتين على الأقل، إذا بحاجة إلى قوائم مالية عن دورتين، تمام، دورتين ماليتين، إذا لأكثر من سنة. فبال 2020 الأرباح أو صافي المبيعات 70,000، تكلفة المبيعات 40، مجمل ربح 30، مصاريف إدارية وعمومية متنوعة 10,000، مصاريف بيع والتسويق متنوعة 50، مجموعهم 15، وبالتالي بيصبح صافي الربح 15,000، يعني هو 30,000 ناقص 15,000 يعني 15,000. بالنسبة للتحليل الأفقي، هلا حنشوف التحليل الأفقي لهذه الشركة. ببساطة شديدة، بداية فيما يتعلق بالتحليل الأفقي نحن رح نقوم بحساب التغير. فكخطوة أولى نشوف شو صار في عندي تطور كمي، فحروح شوف أنا شو صار عندي تطور كمي فيما يتعلق بصافي المبيعات. كان عندي 60,000، صار عندي 70,000، إذا في عندي زيادة مطلقة بمقدار 10,000. إذا هذا هو نسبة، أو هاي مو نسبة، هاي مقدار التغير. فيما يتعلق بتكلفة المبيعات، من 35,000 زادت ل 40,000، إذا زادت بمقدار 5,000. مجمل الربح من 25 إلى 30,000، أي أيضا زيادة بمقدار 5,000. بالنسبة للمصاريف الإدارية والعمومية، كنا عم نحكي ب 12,000 بال 2019، صار عندنا 10,000، إذا عندي انخفاض، فإشارتي ناقص هون 2000، إذا ناقص 2000 هي مقدار التغير في المصاريف الإدارية والعمومية. فيما يتعلق بمصاريف البيع والتسويق، كان عندي 3,000، أصبحت عم بحكي 5,000 بسنة 2020، يعني صار عندي 20، صار عندي زيادة مطلقة بمقدار 2000 ليرة. مجمل المصاريف بقيت كما هي 15,000، يعني نسبة أو مقدار التغير يساوي 0، صافي الربح يعطيني 5,000. إذا هذا هو مقدار التغير، حجم التغير من سنة إلى سنة أخرى. هل أستطيع استنتاج شيء ما من هذه القيم؟ أستطيع، ولكن نحن حكينا إنه أنا لما بدي أشتغل بالتحليل المالي، بدي أشتغل بالتحليل بشكل عام، ألجأ ويفضل اللجوء إلى النسب وليس إلى المبالغ. لأنه ببساطة شديدة إذا بدي أقارن حالي بشركة أخرى، لو فرقنا هاي الشركة تاني منافسة إلي، كان صافي مبيعاتها 10 وصار 20، كان مبيعاتها 10 وصارت 20، فحتكون نسبة التغير في مبيعاتها أيضا هي 10,000. بس مين هي الشركة الأفضل بهذه الحالة؟ هلا ما بعرف إلا إذا حسبت النسب، إلا إذا حسبت النسب. مشان هيك بالمرحلة، بالخطوة اللي بعدها، رح ألجأ إلى حساب النسب، نسب التغير.
فباخذ مقدار التغير وبقسمه على السنة الأساسية اللي هي السنة الأقدم. فعشرة آلاف تقسيم 60,000 يعني 17%. إذا ماذا يعني هذا الرقم 17%؟ يعني أن هناك زيادة في المبيعات بنسبة 17%. بنسبة 17%. طيب، إذا كنت عملت أن إذا في عندي شركة ثانية حجم مبيعاتها بال 2019 كان 10 وأصبح 20 ب 2020، إذا مقدار التغير كمان كان 10، بس شو نسبة التغير؟ نسبة التغير كانت شو؟ 100%. إذا حساب النسبة أو استخدام النسبة ساعدني بفهم من هي الشركة التي حققت نتائج أفضل، شركة ضاعفت مبيعاتها 100% أو شركة ضاعفت مبيعاتها بمقدار 17%. فاستخدام النسب بنقول أنه استخدام النسب هو الأكثر دقة من أجل لأهداف التحليل المالي. لا يا أحمد، نسبة التغير هي 10,000 من 10,000، لأنه أنا كنت عم بيع 10,000 صرت عم بيع 20، فمبيعاتي السنة هي 200% من السنة الماضية، وبالتالي نسبة الزيادة هي 100%. انتبه لهذه القضية، لأنه أنا بقسم على سنة الأساس وليس على السنة الجديدة. ما في مشكلة، ما في مشكلة، كلياتنا من الله، ما بدي عفوا ولا بدي شيء. طيب، نجي الآن إلى تكلفة المبيعات. تكلفة المبيعات عم يقول لي إنه التغير صار 5,000 مقدار التغير، و 5,000 تقسيم 35,000 يعني 1/7 يعني 14%. طيب، من هالرقمين هذول شو ممكن استنتج؟ شو ممكن إني استنتج؟ ما ما عرفنا كيف عم تطلع النسبة. طيب، نحن حسبنا التغير، واضح بالنسبة لنا كيف حسبنا حجم التغير؟ بشرى، طيب عظيم جدا. إذا نسبة هالتغير، إذا التغير هو 10%، هذا التغير نسبة إلى إيش؟ شو مقدار حجم الزيادة أو النقص اللي سمينا تغير؟ هو 10,000 تقسيم 60,000، تمام؟ يعني مثل عندنا واحد السنة الماضية كان طوله متر، اليوم صار طوله متر ونص، شو نسبة التغير؟ هي نص متر تقسيم متر، يعني هو زاد طوله 50% عن السنة الماضية، تمام؟ هالرقمين كنت عامل لكم 17 و14% شو بيعني؟ هاتوا لشوف كيف فيني فسر هدول الرقمين 17 و14% وشو دلالتهم المالية او خلينا نقول يعني التشغيلية المحاسبية اللي تكون سموه. هاتوا لشوف، سؤال موجه لكم، صح انه لازم نقارن بالمعيار، ولكن انا بالنسبه الاولى استنتاجي الاول انه انا زادت مبيعاتي بمقدار 17% مقابل زيادة في تكلفة مبيعاتي 14%، هذا وين لازم ينعكس؟ لازم ينعكس في مجمل أرباحي. إذا الأمر هذا جيد، زيادة نسبة المبيعات بنسبة أعلى من زيادة تكلفة المبيعات هو أمر جيد، وهذا سينعكس عندي في مجمل الربح. مشان هيك حنشوف إنه نسبة التغير أو نسبة الزيادة في الربح هي 20%، اللي هي 5,000 تقسيم 25. تمام، 5,000 تقسيم 25 هي الخمس، 1/5 يعني 20%، وهذا أمر جيد أيضا. إذا ارتفاع مجمل الربح يعني أمر جيد. طيب،
نستكمل لحد الآن عم نستنتج استنتاجات بسيطة، حنشوف مدى كيف ممكن نطورها بعد شوي. بيجي على المصاريف الإدارية والعمومية، عندي التغير كان ناقص 2000، إذا انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 2000، يعني بنسبة ناقص 17%. في مايك مفتوح، يفترض صاحبه لحاله يعني يسكروا يا سارة. يعني أنا عم ساوي ميوت للبفلات اللي عندي لحتى ما أسمع، فأرجوكم يا شباب اللي المايك عنده مفتوح يسكره أو يساوي له ميوت على الأقل. طيب ماذا يعني رقم ناقص 17%، وهل هو أمر جيد أم لا؟ انخفاض مصاريف إدارية وعمومية متنوعة، انخفضت من 12,000 10,000، يعني بتغير مطلق بمقدار ناقص 2000، وهو ما يعني ناقص 17% من المصاريف الإدارية انخفاض. بالطبيعي هذا أمر جيد، أي مصروف تحسن خفضه، فلا بد من أن أنا أشوف شو أسباب هذا التخفيض. هل هناك استخدام لتكنولوجيا جديدة إدارية ساعدتني بتخفيض نفقاتي الإدارية وتقليل عدد العمال والرواتب الإداريين مثلا؟ أم هناك أسباب أخرى؟ فبهذا الشكل أستطيع يعني نفهم هذا الرقم. طيب كمان نتجاوز هذا الرقم، نروح على مصاريف بيع وتسويق اللي ارتفعت بمقدار 2000، أي بنسبة 67%. ارتفعت بنسبة 67%، هذا الرقم أنا زادت مصاريفي، يعني إنه زادت مصاريف البيع والتسويق المتنوعة بمقدار 67% عما كانت عليه في العام السابق. اللي فاتح المايك أرجوكم يسكروا لو سمحتوا، لأنه ما عاد في يركزوا زملائكم. الكل يسكر المايك اللي عنده لو سمحتوا. تمام، مشي الحال مشي الحال. هلا سكر، هلا سكر. تمام طيب برجع. لسه في صدى عندكم شيء؟ تمام، برجع لهذا الرقم. إذا أنا نفقاتي التسويقية والبيعية ارتفعت بمقدار 67%، ماذا يعني ذلك وشو بدي أقارنه؟ تفضل. تمام، بنسبة زيادة المبيعات. إذا أنا زادت مصاريف البيع والتسويق عن السنة الماضية بنسبة 67%، أدت إلى زيادة في المبيعات بنسبة 17% فقط. طيب هلا هون بدي أحلل، بدي أشوف هل المشكلة كانت في حملتي التسويقية أو في النفقات التسويقية اللي أنا بعتها اللي أنا دفعتها، ولا نسبة أو حملتي التسويقية كانت متأخرة. مثلا أنا سويتها في شهر 12 فزاد الإنفاق بشكل كبير، بس لسه لم أحصد نتائجه، يعني لسه ما بينت نتائج الحملة التسويقية اللي أنا سويتها وكلفتني 2000 ليرة زيادة عن السنة الماضية مثلا. فبدي أحلل، بدي أشوف أنا هذه النفقات متى تم إنفاقها، ومتى خلينا نقول سأحصد الأثر أو آخذ النتائج الإيجابية على مستوى المبيعات. فهذا بيساعدني لتقييم حملاتي التسويقية أو المصاريف البيع والتسويق اللي عندي. طيب بالمجمل إجمالي المصاريف عندي زاد بمقدار صفر، بالمقابل صافي الربح عندي ارتفع بمقدار 5000 مقارنة ب 10000 بال 2019 اللي هي سنة الأساس، فكانت نسبة الزيادة 50%، وهذا أمر
من حيث المبدأ، طالما هو الموجب، طالما هو يعني زيادة في الأرباح السنوية وفي صافي الربح اللي عندي، هذه هي تشكل بهذا الشكل. طيب، هذا فيما يتعلق بالتحليل الأفقي لقائمة الدخل لهذه الشركة. خلينا نروح نشوف التحليل الأفقي للميزانية لقائمة المركز المالي، وبعدين بنروح نشوف شو لازم نسوي. نفس المبدأ، أمامنا القائمة المركز المالي أو الميزانية، فبشوف إنه عندي نقدية كان 7000، اليوم عندي 15، المدينون الزبائن 8000 صاروا 10، المخزون أو البضاعة كان 15 صار 30، مجموع الأصول المتداولة كانت 30 صار 35، عندي أصول ثابتة كانت 8 صارت 9، مجموع أصولي هو 38 صار 44. النقدية 5000 مو 15000، 5000 من 7000 ل 5000. طيب، بنروح على الالتزامات وحقوق ملكية. عندي دائنون اللي هن الموردين تبعي من 10000 ل 9000 تغير، القروض قصيرة الأجل من 8 ل 10، التزامات قصيرة الأجل من 18 ل 19، رأس المال بقي ثابت 10000، أرباحي المحتجزة كانت 10 صارت 15، سطح حقوق الملكية 20 صار 25، مجموع الالتزامات والحقوق الملكية 38 44 يساوي مجموع الأصول في السنتين المتتاليتين. بقوم بنفس العملية، بحسب التغير، فبشوف إنه النقدية يعني انخفضت بمقدار 2000، المدينون زادوا بمقدار 2000، البضاعة 5000، مجموع أصولي الثابتة زادت بمقدار 5000، أصولي الثابتة زادت 1000، إجمالي أصولي زادت 6000، الموردين أو الدائنون انخفضوا بمقدار 1000، قروض قصيرة الأجل 2000 زادت، مجموع التزاماتي قصيرة الأجل زادت بمقدار 1000، رأس المال لم يتغير، أرباحي المحتجزة زادت 5000، صافي حقوق الملكية زادت 5000، ومجموع التزاماتي وحقوق الملكية زادت بمقدار 6000. بيجي للخطوة الثانية اللي هي ايش؟ هي حساب النسب. بنشوف انه انا النقدية عندي انخفضت بمقدار ناقص 2000 تقسيم 7000، يعني ناقص 29%. اذا انخفاض في النقدية بمقدار 29%، هل هذا الامر جيد ام لا؟ أنا بيهمني التحليل أكثر من حساب النسبة. ليش؟ ليش مو جيد؟ شو السبب؟ إذا هذا الأمر مرتبط حقيقة باحتياجاتي النقدية بالتزاماتي، ولكن من حيث المبدأ انخفاض النقدية يعني عدم وجود سيولة كافية على الفترة الزمنية على الفترة القصيرة للوفاء بالتزاماتي. طيب، ليش ممكن تنخفض النقدية عندي؟ ما رح نفسر أسباب انخفاض النقدية إلا لتابع تحليل العناصر. خليني نشوف أول عنصر من العناصر، اللي هو الزبائن المدينون. زادت حساباتهم بمقدار 2000 على 8000، يعني عندي زيادة 25% في حسابات الزبائن. شو تفسير هذا الرقم؟ زيادة في حسابات الزبائن؟ شو ممكن يكون؟ تمام، إذا زيادة مبيعات الآجل.
هذا واحد من الأسباب. فقد يكون أنا صار في عندي تغير بسياسة البيع تبعي، إنه أنا صرت بيع أكثر على اللي بدين على ائتمان لأجل، ولكن قد يكون له مبرر آخر أو سبب آخر، إنه هي تعثر أو خلينا نقول تأخر أو تلكؤ من قبل الزبائن في دفع ديونهم، فهذا بيزيد لي مخاطر، تمام، بيزيد مخاطر ديون المعدوم، وهذا سينعكس سلبا وين على نقديتي، لأنه أنا عوض ما كنت بيع نقلا واستلم كاش وروحه على الصندوق صار روحه على حساب الزبائن أو المدينون. فإذا هذا جزء بيبرر لي جزئيا نسبيا انخفاض أسباب انخفاض النقلية. فبيطلب مني هذا الكلام مراجعة وضع الزبائن ومراجعة سياسة البيع يلي عندي، هاي رقم واحد. أيضا خلينا نشوف البضاعة. البضاعة زادت من 15 إلى 20 ألف بزيادة كلية بمقدار مطلقة 5000، بمعنى أنه هي زادت 33%. ماذا يعني ذلك؟ هون بدنا نشوف شو يعني زيادة في المخزون السلعي بمقدار 33%. ما شرط يكون انخفاض بالمبيعات، لأنه هلا بدي أرجع أربط هاي الأرقام كلها بقائمة الدخل. فأنا مبيعاتي زادت، أنا مبيعاتي ارتفعت، إذا ما هو السبب؟ مو هذا السبب. يعني مو انه انا مبيعاتي اقل، انا ولكن انا مخزوني زاد. فهل هذا الامر جيد ولا مو جيد؟ اذا انا اصبح لدي مخزون سلعي كبير، قد يكون مواد اوليه وقد يكون مواد جاهزه. بدي احلل، بدي اشوف شو هو مخزون المواد الاوليه اللي لازم لصناعتي، وشو هو مخزون المواد البضاعه الجاهزه للبيع. هون بحسن نفسر بقى وقول اذا الامر جيد ولا مو جيد. هلا ببساطة شديدة بدي أربط هذا الكلام وين؟ بدي أربط هذا الكلام بقائمة الدخل. أنا عندي انخفاض في النقدية 29، زيادة في الدائي المدينين والزبائن 25، 33 زيادة في البضائع، في البضائع. طيب مبيعاتي زادت، مبيعاتي زادت بمقدار 17%، تكلفة المبيعات زادت بمقدار 14%. هالزيادة اللي في تكلفة المبيعات شو سببها قد يكون؟ بدي ارجع اتأكد من هذا الكلام وبدي راجع سياسة الشراء تبعي، انه قد اكون انا عم بستفيد من الشراء بكميات كبيرة للمواد الاولية، فعم بحصل على حسومات تجارية، تمام؟ فعم بحصل على حسومات تجارية، هاي رقم واحد. رقم اثنين بدي اربط هذا الرقم، هالفكرة اللي حكيتها، عم بشتري بسعر جملي، اكيد هو انا عم بشتري بسعر جملي، بس انا بشتري كميات اكبر عم باخذ حسومات اكبر. خليني نشوف الدائنون، الدائنون شو عم يصير فيهم؟ انخفضوا من 10 الى 9 بمقدار ناقص 1000، تمام؟ طيب شو يعني؟ يعني ناقص 10% حساب الدائنون، شو يعني؟ يعني انا عم بلجأ الى عملية شراء مواد اولية بايش؟ نقدا. وهذا الكلام عم يساعدني بانه انا كميات كبيره ونقدا عم يؤدي الى حسومات تجاريه. طب هذا اذا انعكس عندي بقضيتين، اولا بانخفاض تكلفه البضاعه المباعه، اثنين عم ينعكس عندي بزياده البضاعه اللي موجوده عندي. هذا في حال كانت الزياده هي في المواد الاوليه المخزنه، تمام؟ اذا هي الملامح الاولى. مجموع الأصول المتداولة عندي زاد بنسبة 17%، إذا مجموع الأصول المتداولة ارتفع بمقدار 17%. أصول الثابتة زادت بمقدار 13%، يعني دخول خطوط إنتاج أو أصول ثابتة جديدة بمقدار بنسبة 13%. إجمالي أصولي زادت كلها على بعضها 16%. الدائنون قلنا بأنه انخفضوا، هذا يعني شفنا كيف ممكن نربطه بغير عوامل. نفس الحكي بالنسبة لقروض قصيرة الأجل، مجموع الالتزامات قصيرة الأجل عندي زيادة، فعندي اعتماد أكبر على قروض قصيرة الأجل بنسبة 25% عما كانت عليه. والالتزامات قصيرة الأجل زادت. تفسير الديون ما فهمتوها؟ الدائنون. طيب
تفسير الدائمون انه انا انخفضت عندي حسابات الموردين بمقدار 1000 ليرة. هذا اللي بشكل لي نسبة 10% انخفاض في حسابات الدائمون. شو يعني ذلك؟ طالما انا البضاعة عندي عم تزيد ومبيعاتي عم تزيد، فمعناتها انا عم بلجأ الى سياسة شراء نقدا، وطالما عم بشتري نقدا معناتها انا عم بحصل على خصومات تجارية، يعني عم تنخفض عندي تكاليف المشتريات، تمام؟ فهذا الامر ادى الى انخفاض في نسبة الدائمين، وهذا امر جيد من حيث المنطق. باقي الامور تحلل، يعني عندي ارباح المحتجزه، الارباح المحتجزه زادت بنسبه 50%، وهذا امر جيد لأن الارباح المحتجزه هي الاساس في خلق نمو مستقبلي، هي الاساس في خلق نمو مستقبلي للشركه. لأن الارباح المحتجزه توظف داخل الشركه وكانها هي تمويل داخلي تماما، فهذا الامر ينعكس ايجابا على معدلات من النمو الداخلي وفي نمو المبيعات وبالتالي الأرباح، تمام؟ لأنه هي عمليا أموال داخلية من حيث المبدأ تمويلها أو تكلفتها الفعلية تساوي الصفر. نأتي الآن، واضح فيما يتعلق بالتحليل الأفقي؟ تمام. هلا اللي بدي اياه منكم انا بس انه احنا نراجع هذا الكلام، نحاول نربط الارقام اللي عم تطلع معنا، نرجع كل رقم الى اساسه ونشوف وين عم ياثر عندي، فبربط النسب ببعضها وبحاول استنتج بعض الخلاصات من هذه الارقام، مثل ما اشتغلنا بموضوع تكلفه البضاعه والمدينون وبالدائنون وبكل هذا الكلام. لا هذا حملكم يا انا، هذا مثال قلت لكم انا هلا حملكم يا على الموديل، فحتنزل عندكم هو مجموعه من الامثله الاخرى، حتنزل كل مثال مثاله حينزل عندكم على الموديل، وطبيعي هذا هو امامكم يعني بالتسجيل فيكم تشوفوه. طيب خليني نروح هلا شوي على التحليل العمودي. بالتحليل العمودي انا بحاجه الى ثانيه واحده، ماني بحاجه لاكثر من قائمه ماليه، قوائم ماليه لاكثر من ثانيه. وقلت لكم اذا تتذكروا انه دائما انا بالتحليل العمودي نقوم بحساب نسبه كل بند من بنود القائمه الماليه نسبه الى ايش؟ الى بند رئيسي او بند اساسي، تمام؟ تتذكروا هيك شيء؟ بعيد. في التحليل العمودي نحتاج إلى قوائم مالية لسنة واحدة مو أكثر فينا نساويها. لا هذا مو نسب مالية، ما نوع طريق النسب المالية يا أحمد. إذا نحن بحاجة إلى قوائم مالية لسنة واحدة، يعني أنا 2019 بجوز ما أكون بحاجتها، بس ممكن إني ألجأ لها بالمقارنات أحيانا. بالتحليل العمودي بنسب كل بند من بنود القائمة المالية إلى بند أساسي. إلى بند أساسي. طيب بقائمة الدخل، البند الأساسي بالنسبة لي هو صافي المبيعات. هو صافي المبيعات. طيب شو بستفيد منه صافي المبيعات؟ إذا أنا سأقوم بحساب نسبة كل بند من بنود قائمة الدخل نسبة إلى صافي المبيعات. تقول صافي المبيعات تقسيم صافي المبيعات يعني واحد يعني يساوي 100%. طيب تكلفة المبيعات 40,000 تقسيم 70,000 بيعطيني 57%. تمام يا بشرى؟ تمام. كيف 100%؟ 100% شو يعني؟ 100% يعني واحد. 70,000 تقسيم 70,000، تمام؟
الرقم تقسيم نفسه بيعطيني واحد، والواحد تعني 100%. تكلفة المبيعات 40,000 تقسيم 70,000 تعطيني 57%. شو يعني هذا الرقم؟ شو بفهم منه هذا الرقم؟ لا لا، ما قسمت على، انا قلت لكم عم بشتغل على 2020، ما عم بشتغل على 2019. انا بحاجه الى سنه واحده، فباخذ الرقم وبنسبه الى الرقم الاساسي بنفس السنه. كيف طلعت معنا انه تكلفه المبيعات ارتفعت؟ بيان. تمام احمد. اذا مدلول هذا الرقم يعني بانه كل ليره سوري مبيعات بتكلفني 57 قرش، هيك معناته. كل واحد ليره سوري مبيعات تكلفتها هي 57 قرش سوري، يعني كل 100 ليره مبيعات عم بدفع تكاليف 57. طيب للمقارنه، للمقارنة أمامي هون مجموعتين أو إمكانيتين في المقارنة ولازم يتموا. خليني نشوف بال 2019 شو كانت هذه النسبة؟ كانت 35 تقسيم 60. 35 تقسيم 60 شو بيطلع عندي؟ احسبوا لي هذا شوف. ثمانية وخمسين فاصلة ثلاثة، والسنة 57. هل انخفضت تكلفة مبيعاتي أم ازدادت مقارنة بالسنة الماضية؟ انخفضت. تمام. إذا في هذه السنة انخفضت تكلفة مبيعاتي عن السنة الماضية بمقدار كذا. تمام؟ هل هذا الامر جيد؟ طبعا جيد. طيب هاي المقارنه الاولى، هاي المقارنه الاولى ماذا يعني؟ شو بتعني هاي المقارنه؟ بتعني انه انا حسنت من كفاءه استخدامي لمواردي الداخليه. كانت عم تكلفني مثلا 58%، صارت عم تكلفني 57%، معناته انا عندي تحسن في استخدام الموارد المتاحه لدي. شو المقارنة الثانية؟ المقارنة الثانية اني قارنها بالمنافسين او بالقطاع الصناعي تبعي. لو قلنا بانه انا متوسط تكلفة المبيعات في قطاع الصناعي اللي انا عم اشتغل فيه هو 60%، شو يعني ذلك؟ تكلفة المبيعات في القطاع الصناعي اللي انا عم بشتغل فيه كانت 60%، اذا انا اقل من المؤشر القطاعي، وبالتالي هذا امر جيد طالما له علاقه بالتكاليف. والعكس بالعكس، لو كانت تكلفه المبيعات للقطاع الصناعي وللمنافسين 50%، معناته انا في عندي مشكله بكفاءتي باستخدام من الموارد والسلع او المواد الموجوده عندي، وبالتالي بدي احسن من ادائي. الشركة تكون متفوقة على القطاع لما تكون تكلفة المبيعات أقل من متوسط القطاع. طيب بيجي على مجمل الربح، مجمل الربح 30,000 تقسيم 70,000 عم يعطيني 43%. شو مدلول هذا الرقم؟ مدلول هذا الرقم ببساطة تماما كل ليرة سوري مبيعات فيها إجمالي ربح 43 قرش، يعني من كل 100 ليرة مبيعات عم بربح 43 ليرة ربح إجمالي، ربح اجمالي. طيب فيني قارنهم نفس المقارنات، بروح نشوف شو كان اجمالي الربح السنه الماضيه؟ 25,000. 25,000 من 60,000 يعني عمليا هو 18 او 50 20% 12% تقريبا، اكثر شوي 42. اوكي، هذا 42%
مقارنة ب 43%. إذا أنا تحسن مجمل الربح عن السنة الماضية بمقدار 1%، وهذا أمر جيد. تقارنوا أيضا بالقطاع، إذا أعلى من القطاع بيكون منيح، أقل من القطاع معناته في عندي مشكلة لازم أعالجها. نروح على المصاريف. المصاريف الإدارية والعمومية عندي 10,000. 10,000 تقسيم 70,000 اللي قلنا هو البند الأساسي في هذه القائمة، تمام، عم يعطيني 14%. أوكي، بدي أقارنه بالسنة الماضية، 12% تقسيم 60%، 20%. إذا أنا استطعت السنة هاي تخفيض مصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 6% عن السنة الماضية، وهذا أمر ممتاز. كمان تقارنه بالقطاع، عندي نسبة المصاريف الإدارية والعمومية المتنوعة عم تكون 12%. معناتها لسه عندي جهد لازم ساويه لحتى نزل هذا الرقم إلى ما يساوي للقطاعي، تمام؟ لازم نزله 12% أو أقل من 12%. مصاريف البيع والتسويق 7%، السنة الماضية كانت 3/60، يعني 5%، السنة زايدة عندي 7%، تمام؟ هون بدي أشوف هل هذا الأمر جيد؟ بدي أرجع أشوفه أنا بنسبة الزيادة في المبيعات بالتحليل الأفقي. أوكي، أنا صار في عندي زيادة 7% ناقص 5% السنة الماضية تكاليف مصاريف بيع وتسويق إلى ماذا أدت؟ بدي أرجع أشوف قوائم التحليل الأفقي قديش زادت عندي نسبة المبيعات، وهكذا. إذا كل رقم من هاي الأرقام بدي أشوف شو مدلوله وشو أساسه، أربطه برقم آخر وشوف أنا عم بشتغل صح ولا ما عم بشتغل صح. بالمجمل مجموع مصاريفي انخفضت بمقدار 21%. انخفاض مقدار المصاريف 21% هذا أمر جيد، هذا أمر جيد من حيث المبدأ، تمام؟ أو انخفضت هي عفوا مجموع مصاريفي تساوي 21% من مبيعاتي، 21% من مبيعاتي. بدي أشوف القطاع شو بيساوي، والسنة الماضية شو كنت؟ السنة الماضية كنت 25. السنة الماضية كنت 25 اللي هي 15 تقسيم 60، كنت 25%، السنة خفضتهم ل 21. بدي أشوف بالقطاع هل هو أكثر من 25، أكثر من 21 ولا أقل من 21؟ نفس المبدأ، نفس المبدأ. فاصل الربح 15,000 تقسيم 70,000 عم يعطيني 21%. شو يعني هذا الرقم 21%؟ كل ليرة عم تربح معي 21 صفر، يعني تمام، كل ليرة سوري عم تربح معي 21 قرش. هذا الرقم اللي هو نتيجة الصافي بدي قارنه مع باقي القطاع المؤشرات القطاعية، وبدي اشوف كيف تطور عن السنة الماضية، وهو اكيد افضل من السنة الماضية. هذا هو التحليل العمودي يتم بهذا الشكل. خليني نروح وبعدين بنرجع بنلخص، نروح على قائمة المركز المالي أو الميزانية وشوف شو اللي عم يصير. الأساس في تحليل قائمة المركز المالي يقوم على مثل ما حكينا قبل شوي حساب نسبة كل بند من بنود الميزانية إلى بند أساسي. فهذا هو القاعدة العامة والأساس. فالأساس أو البند الأساسي في قائمة المركز المالي هو إجمالي الأصول، وشيء طبيعي إجمالي الأصول بيساوي مجموع الالتزامات والحقوق الملكية، تمام؟ فإذا باخذ كل بند من هذه البنود وبقسمه على إيش؟ على مجموع الأصول. فلل 2020 إذا أخذت 5,000 وقسمتها على 44,000 حيطلع معي 11%. ماذا تعني 11%؟ إذا أنا 11% من إجمالي أصولي هو على شكل نقدي، هو على شكل نقد أو كاش. طيب هذا الأمر منيح ولا مو منيح؟ ما بعرف. إذا في عندي نقص بالسيولة أو زيادة في السيولة وأموال معطلة لحتى أقارن بشو؟ بقطاع صناعتي، بقطاع الصناعي اللي أنا عم بشتغل فيه. فبعض الصناعات تحتاج إلى سيولة كبيرة، لو رحت على المصارف مثلا يفترض يكون عندي نسبة
سيولتي أعلى من ذلك ببعض الصناعات الأخرى، لا أنا ماني بحاجة إلى سيولة بهذا المقدار أنا بدي أقارن بالقطاع الصناعي اللي أنا فيه. نسبة الزبائن أو المدينون 23%، يعني 10,000 تقسيم 44 عم يطلع 23%. هذا الرقم لو فرضنا أنه بالقطاع نحن عندنا نسبة الزبائن هي 15%، ماذا يعني ذلك؟ بدي رجعكم نشوف التحليل كيف كان قبل التحليل الأفقي. إذا أنا عندي نسبة حسابات الزبائن أو المدينون 23%، في حين أنه في القطاع هي 15%. هذا يعني بأنه أنا من جهة عم بتبع سياسة بيع لأجل، سياسة بيع آجلي، فهذا يفترض أنه أنا أكون حذر بالتقاء زبائني ومنحهم للائتمان، لأنه في عندي احتمال تعثر هؤلاء الزبائن وبالتالي إعدام دينهم وبالتالي تحقيق خسائر. فبدي انتبه لهذا الموضوع. بيجي على البضاعة، البضاعة شكلت نسبتها 45% من الإجمالي الأصولي. أيضا بدي قارن، لأنه بعض الصناعات بدي قارن مع 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 المنافسين، ما بحسن نقول هل 45% كثير أو قليل لحتى أعرف شو وضع الصناعة تبعي، على اعتبار بعض الصناعات تتطلب مني تخزين مواد أولية بكميات كبيرة، بعض الصناعات تتطلب عدم تخزين مواد أولية بشكل كبير. إذا بنشوف أنا قارن حالي، أنا عندي 45% من إجمالي أصولي على شكل بضاعة، طيب المنافسين شو؟ بدي أقارن حالي فيهم وأعرف شو طبيعة صناعتي. عندي 80% من إجمالي أصولي هي على شكل أصول متداولة، وهذا كمان بدي أقارنه بالقطاع. ف 80% الأصول متداولة أو جارية، وعندي 20% أصول ثابتة. فهذا الكلام بيبين لي مدى استخدامي لأصولي الثابتة، مدى استخدامي لأصولي الثابتة. بالنسبة للالتزامات الدائمون، هذول عندي 9,000 تقسيم 44,000 أعطاني 20. إذا أنا 20، ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني 20% من إجمالي أصولي ممول بإيش؟ ممول بائتمان تجاري، بائتمان تجاري. كمان بدي أقارن حالي مع غيري، دائما هذا بالتحليل العمودي بدي أقارن حالي مع متوسط الصناعة على الأقل. 23% من إجمالي أصولي تم تمويله بقروض قصيرة الأجل. منيح مميح، هذا بدي أقارن مع إيش؟ مع القطاع. مجموع التزاماتي قصيرة الأجل اللي هي دائما وقروض قصيرة الأجل 43%. إذا 43% من إجمالي أصولي ممول من خلال شو؟ من خلال تمويل أو ديون قصيرة الأجل، من خلال التزامات قصيرة الأجل. لا مو كلها شكلها، مو قروض، في شيء ائتمان تجاري وفي شيء ائتمان أو قروض قصيرة الأجل، مو كله قروض. تمام، الاعتماد أكبر على التمويل قصير الأجل هذا يتطلب مني، ممكن يكون في مخاطر، طبعا ممكن يكون في مخاطر في حال، لأن هون أنا التزاماتي قصيرة الأجل كثير كبيرة، كثير كبيرة، بس أنا بكرة بالنسب المالية بتبين معي الحكاية. بالنسب المالية بدي أحسب نسب السيولة، بدي أحسب رأس المال العامل، فبدي أشوف إجمالي أصولي ناقص إجمالي مطالبي، تمام، ببساطة شديدة يعني. فبيبين عندي هل هناك إمكانية للتعثر وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتي قصيرة الأجل أم لا. هذا بيتطلب مني حساب نسب السيولة وحسابات رأس المال العامل، نشوفهم هدول بوقتهم. بس جيد أنكم عم تفكروا بهذه الطريقة من هذا التحليل البداية أنا بسميه، بس هذا جيد أنه يعني إحنا في عنا وعي وعصانين حالنا شو عم نساوي. بالمقابل طالما أنا عندي 43% هي تمويل بأموال، خلينا نسميها أموال الغير، معناتها عندي 57% من عم مولة من أموالي الخاصة اللي هي رأس المال
وأرباحي المحتجزة، ما هيك؟ تمام؟ أوكي. طيب هذا خلينا نقول كل شيء لمحاضرة اليوم. اللي بدي إياه منكم تراجعوا هاي القوائم، بكرة الصبح إن شاء الله بتكون هي صارت عندكم على الموديل، فيكم تحملوها لهي المحاضرة وتناقشوها أنتم لحالكم وتقوموا بعملية التحليل لحالكم، تربطوا الأرقام مع بعضها وتفكروا فيها بشكل جيد، لأنه هذا الأمر بحاجة إلى تدريب دائم حتى نصير نحن نعرف شو هي العناصر اللي بتأثر ببعضها وكيف لازم أربط التحليل الأفقي بالتحليل العمودي. إذا عم ساوي تحليل عمودي كيف شو هي العناصر اللي بترتبط ببعضها وبتأثر ببعضها، ونفس الأمر بالنسبة للتحليل الأفقي. المحاضرة سهلة ما فيها شيء، ما هيك؟ أوكي. طيب خلينا نيجي على الوظيفة هلا. شفتوا هذا الوظيفة؟ بس خليني اشوف في حدا سأل سؤال. طيب اذا بالنسبة للفحص اكيد اللي بتخص كل قطاع، هلا النسب اللي بتخص كل قطاع عمليا نحن في عندنا مؤشرات قطاعية، لما نكون عم نشتغل بقطاع معين فأنا بكون عم راتب المنافسين وفي عندي إحصائيات حول القطاع ككل، تمام؟ فدائما أنا بحسب بشتغل هذا الشغل إلي وبشغله لغيري مشان قارن حالي فيهم. يعني أنا إذا بدي أخذ مثلا بقطاع الاتصالات بسوريا، في عندي شركتين خليوي، في عندي سيلاتيل وام تي ان، قوائم المنشورة بسحب هاي القوائم بحطها بساوي عليها التحليل المالي وبقارن حالي بالمنافس، تمام؟ اوكي. بالنسبة للوظيفة شو في عندكم اي سؤال حول منها؟ هي وظيفة سهلة ما فيها شيء. ها حدا عنده اي سؤال؟ بالنسبة للتحليل الافقي ممكن، لا انا حطيت لكم لينك بيعطيكم القوائم المالية لهذه الشركات على مدى على لفترة زمنية طويلة. ها ايه طبعا، فانتم فيكم تحسبوا لسنتين بحال فيني فسر، يعني موضوع التفسير فيني اقول انا انه في حال كان مثلا حسبت مؤشر من المؤشرات، خليني اقول حسبت نسبة سيولة سريعة، هنشوف شو يعني سيولة سريعة، طلعت معي 15%، بدي أقول أنا في حال كان مثلا ما حسبتها أنا للقطاع، ما عندي نسب قطاعية، بدي أقول في حال كانت نسبة القطاع نسبة السيولة السريعة في هذا القطاع تساوي 25% بيفترضها من عندي، فأنا أفضل ولا ماني أفضل؟ يعني أنا بفرض هذا الكلام، كم طالب كحد أدنى وكحد أعلى؟ حد أدنى ما في، حد أعلى بتمنى يعني ضمن حدود المعقولة. بس برجع بأكدكم بموضوع الوظيفة، أرجوكم يكون الشغل أصلي، يعني بمعنى أنكم أنتم مشتغلينه. خمسة بعيون الشيطان كثير، خمسة مو خمسة مو كثير، أربعة ما بكفي، بكفي وزيادة، اثنين ثلاثة منيح، أربعة كويس، خمسة يعني بتصور تقيلة شوي. إذا في خمسة فعلا مصرين أو حابين يشتغلوا مع بعضهم خبروني، بس يعني يفضل إنه ما تزيد عن أربعة. اثنين معلش طبعا، يمكن أنا قلت واحد ثلاثة أربعة، لا اثنين كمان إذا نسيان نقول اثنين، أكيد اثنين معلش. غيره في شي سؤال؟ الله يعافيكم. في حدا ممكن بيشجع ريال مدريد شي؟
لا ما بصير الرابط شغال بجميع الاحوال، اذا ما اذا مو شغال رجع اكد لي، بس انا متاكد انه انا انه هذا شغال دائما بشتغل عليه انا. وفيك تدور عليه على جوجل بجميع الاحوال. اذا فتنا على موقع على مصرف سوريا المركزي في عندي بيانات ومعلومات فبتلاقيها فيها. آه غريب. لا لا شغال، انا متاكد انه شغال، ما بعرف اليوم اذا متعطل اذا هلا على اعتبار موجود بسوق دمشق الاوراق المالية. بس لا انا ليش عم اقول لك انه على موقع مصرف سوريا المركزي تاخذوها اكسل، هذا بيسهل عليكم هاي قضية. القضية الثانية بنفس صفحة الاكسل بتاخذ البنك بيعطيك اكثر من سنة، خليني اقول بيعطيك معلومات عن اكثر من سنة بنفس الصفحة، فما في داعي انكم تدخلوا بيانات وتتعذبوا بنقلها. عم بدوركم على الاسهل، فالموقع مصرف السوري المركزي بيعطيكم البيانات باكسل بملفات اكسل ومجمعها هو اكثر من سنه بنفس الصفحه، فما في داعي لادخال اي رقم، بس انا بقوم بعمليه حساب. إذا في بنود ثانوية إيه ما في مشكلة. ما في مشكلة. لأنه بيهمني أنا تحليل النسب الأساسية، لأن هناخد يعني اليوم صرتوا بتعرفوا تسوي تحليل أفقي وتحليل عمودي. أكيد ما بدي فوت بكل التفاصيل، وخصوصا إذا أخذتوا مصاري فيها تفاصيل كتير. فأنا خليني آخذ البنود الأساسية والبنود الفرعية، ما بدي آخذ السب سب. تمام؟ يعني فرع عن يعني الفرع. والبنود الفرعيه بجميع الاحوال بتكون هي مجموعه مع بعضها ببند فرعي. غيره في شي سؤال؟ إذا ما عندكم أي سؤال، الله يعطيكم العافية وتصبحوا على خير.